اوقات بنكون قاعدين في عادات ما بينك وبين جوزك، بينك وبين صاحبتك، ايا كان اللي قاعده معاه، ويحصل مشادات فتضطري تقومي تنسحبي. يا ترى الانسحاب ده قوه ولا ضعف؟ انا بالنسبه لي قوه، لان حاسه لو كملت ممكن اخسر. انا لو كملت في قاعده فيها مشاده جدا ممكن اخسر، ممكن اخسر حياتي، ممكن اخسر جوزي، ممكن اخسر شغلي، فانا بنسحب عشان ما اخسرش. يعني انت بتنسحبي علشان باقي على اللي قدامك؟ عشان نفسي كمان. ما انا ممكن اقعد في قاعده يعني يحصل مشاده، ممكن انا اتهان، يبقى في اهانه ليا، لا انا انسحب احسن. الانسحاب ده اسمه الانسحاب الذكي، ان انت تكوني عارفه ان هيحصل مشكله دلوقتي وهتشتد، فانسحب بهدوء علشان الموضوع ما يتطورش. لكن في ناس تانية او الطرف التاني بيفتكر ان الانسحاب ده ضعف، او انت هربتي من الموضوع، او جبانه زي ما بيقولوا. لا مش جبني خالص، هو مش جبني خالص. انا لا اكيد، انا في حاجات انا في حساباتي، انا شايفه ان انا لما انسحب الوقت دوت بالذات انا بالنسبه لي قوه. طيب لو انت قاعده في قاعده وحصل العكس، قاعده بتشدي مع حد في الكلام والموضوع احتد ما بينكم، راح اتخدب بعضها او خد بعضه وقام نزل ومشي، لازم احط نفسي في مكان اللي قدامي. ما انا في مكانه، انا عملت كده وسبته ومشيت. هي اكيد ليها حسابات برضو مع نفسها، يعني هي انا لو قمت كده في حسابات تانية، لازم احط نفسي في مكانها او في مكانه. انا انسحبت ليه بس؟ يعني في النهايه نقول الانسحاب لما يكون ذكي قوه مش ضعف، مش جبن، مش خوف. احنا بننسحب علشان باقيين على اللي قدامنا، باقيين على اللي قدامنا، وباقيين على نفسنا، وباقيين على كرامتنا، ايا كان بقى الموقف. في كل المواقف لا، هو قوه مش ضعف خالص. مخطوبه؟ الحمد لله. طب حلو. لما تكوني قاعده مع خطيبك في قاعده وتحس ان الكلام احتد ما بينكم والنقاش بقى صعب، واخدتي بعضك وانسحبتي، تفتكري الانسحاب ده قوه ولا ضعف؟ متهيألي على حسب الموقف، يعني في بعض المواقف بتستدعي ان الواحد ينسحب عشان ما نتخانقش اكتر، عشان المشاكل ما تزيدش. وفي مواقف تانية بيبقى الانسحاب ان انت ممكن ما يبقاش عندك رد، او مش عارف تدافع عن نفسك فبتنسحب، دي تبقى مواقف ضعف. انما انت لو بتنسحب يعني عشان تنقذ الموقف اللي انتوا فيه، يعني ما تتخانقوش اكتر من كده، ده يبقى بقوه. يعني عايزه تقولي لي ان اوقات لما بتيجي تنسحبي من حياه اللي قدامك، او مش من حياته، من الموقف نفسه، اوقات بيكون ضعف فعلا، عندك حق، واوقات بيكون قوه، صح؟ تفتكري طيب لو حصل مشادات وانتي انسحبتي او هو انسحب، الطرف الثاني بيفتكر او بيتخيل ان الموضوع ضعف، بالرغم ان انتي في مركز قوه، بس انتي بتنسحبي زي ما قلتي علشان انتي باقي على العشره. صح مظبوط. وممكن لو هتكلم عن نفسي، لو هو انسحب انا ممكن فعلا افتكرها كده، او ممكن احس ان انت سبت الموضوع ومشيت، انت كده ما اديتلوش اهميه. بس في نفس الوقت الواحد بيرجع ويفكر لما بيهدى كمان، ولما بنتكلم مع بعض بعد كده بنفهم انه قد ايه الموضوع ما كانش له علاقه بقوه ولا بضعف، بس له علاقه بالسيطره على الموقف اكتر. يعني عايزه برضو تقولي لي ان انت ممكن تنسحبي من قعده علشان باقي على اللي قدامك. بالظبط كده، يعني ممكن يبقى ده اكبر سبب يخليني اقوم من قعده، ان انا باقي على العشره وعشان الكلام ما يعملش اي مشاكل اكتر من كده. بس غير كده الانسحاب ممكن يبقى فعلا ضعف، لو احنا فعلا انا هسيبك وامشي وهنسحب من المكان او من الموقف ده عشان مش لاقيه ازاي ادافع او اثبت وجهه نظري. ممكن الانسحاب ما يبقاش بحاجه فيزيكال ان انا هقوم من مكاني، ممكن الانسحاب ان احنا ناجل الكلام، ده في حد ذاته انسحاب برضه. بس في نفس الوقت بيبقى انسحاب قوه، عشان انا فعلا باجل عشان ما اعملش مشاكل اكتر. ممكن لو اتكلمنا في فتره تانية او في وقت تاني يبقى احسن. لو قاعد انت وزوجتك في قاعده والنقاش احتد ما بينكم وحسيت ان الموضوع هيكبر، بتعمل ايه؟ بسيبها واقوم. يعني طيب تفتكر انك تنسحب من القعده ده قوه ولا ضعف؟ لا ده قوه طبعا، انا في ايدي اعمل اكتر من كده. بس وقت ما الدنيا تبقى مشدوده قوي، الافضل ان الواحد يستنى اما الامور تهدى بعد كده يتناقش بهدوء. يعني انت عشان باقي عليها فبتمشي؟ انا يعني الواحد هيبص على اللي عقله اكبر في الوقت ده بقى. انت عايز تقول لي غضبه وقت زي ده؟ يعني انت عايز تقول لي ان مراتك عقلها صغير؟ لا مش قدام الكاميرا وبنصور، تزعل منك؟ قول لي هي مصممه وهتشوف شكلي. انا بهزر معاك. طيب حتى بقول لك لو هي افتكرت ان الموضوع ده ضعف، لما بترجع بقى والدنيا تهدى تفهمها. ده اللي المفروض يحصل، انا بعمل كده الحمد لله. طب وهي اوقات بتعمل كده؟ الستات دايما عندهم يعني الغضب لازم تخرج اللي جواها اول باول. ما ده دي طبيعتهم، بس برضو الواحد مننا لازم برضو يمتص الغضب ده في اوقات. انت راجل ذكي، ربنا يخليك بجد. تفتكر لو قاعد في قاعده مع مراتك او مع اصدقائك وحسيت ان النقاش ما بينكم بقى صعب واحتد وابتدى الموضوع يتطور وانت انسحبت من القعده، الانسحاب ده بنسميه قوه ولا ضعف؟
أولا ما بنسحب، ما بنسحب. تعمل إيه؟ بناقش، بشوف الموضوع، بشوف الغلط وين. ولو الأمور اتطورت وحسيت إن الموضوع هيحتد؟ هلا إذا في بيتي ما بحكيش حاجة، ما بقدرش أعمل حاجة. إذا في بيتي الموضوع، لو مراتك يعني؟ لا لا لا، يعني إذا أصحابي عندي. لو القعدة في بيتك؟ بقدرش أحكي حاجة، ضيوف عندي ما بقدر أحكي حاجة. عشان عيب وعشان الأصول. عيب طبعًا، ما بصير. حتى لو الموضوع وصل لمشادات وابتدى الموضوع يبقى فيه مشاكل؟ لو ابتدى في مشاكل بحط الحق علي وبهدي الموضوع، لأنهم ببيتي. لو برا البيت وحسيته أنه يعني خلص بدهم يقتلوا والموضوع واضح زي عين الشمس أنه اللي بيحكوه غلط، لا بوقفهم يتحدهم، ما بنسحب. مش بتنسحب؟ لا ما بنسحب، لا. لازم يعرفوا غلطهم. الانسحاب سلبية. بس اوقات انت بتنسحب علشان باقي على اللي قدامك، ما انت كده هتخسره لو الامور اتحدت ما بينكم. موجودين بالنهايه بنحكي، بنقول انه الاختلاف وجهات نظر لا يفسد في الود والقضيه، بنضل اصحاب. بس انت غلطان وانا، انت بنظرك انا غلطان وانا بنظري انت غلطان. بس طب ولو حصل ده في بيتك مع اهل بيتك زوجتك؟ لا بمتص. عند اهل بيتنا ونمتص بقى. بمتص. هتتعب.